أحبتنا المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الطبي تحلى الحياة والذي يبث على الهواء مباشرة من قناة بغداد الفضائية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين هو طب الأسنان التجميلي مشاكل وحلول وسوف نطرح تعريف طب الأسنان التجميلي ما هي أهميته وما هي الشروط التي يجب أن تنطبق على المريض لكي يحصل على هذه الثروة العلمية حقيقة في مجال طب الاسنان واريد ان ارحب باسمكم وباسم كادر البرنامج بزميلنا الدكتور ثامر محمود ذيب اخصائي التركيبات السنيه الثابته والمتحركه واخصائي تجميل الاسنان وزراعه الاسنان والحاصل على ماجستير في التركيبات السنيه الثابته والمتحركه من الجامعه الاردنيه ومحاضر للاكاديميه البريطانيه لتجميل وزراعه الاسنان اهلا وسهلا دكتور ضيفا عزيزا على البرنامج اهلا وسهلا فيك مساء حياكم الله دكتور ثامر. طبعا اعزائي المشاهدين بامكانكم التواصل معنا على ارقام البرنامج الموجوده ان شاء الله في اسفل الشاشه والتي سوف تظهر تباعا وبامكانكم طرح اسئلتكم الطبيه والصحيه على زميلنا الدكتور تامر في موضوع الحلقه. حقيقه يعني محور طب الاسنان التجميلي هو محور كبير قد لا يعني تتسع ساعه بث حقيقه على الهواء لان نتكلم عنه. لكن اذا اردنا ان نبدا بتعريف علمي لطب الاسنان التجميلي، هل هو احد الفروع ام هو قسم حقيقه يعني اصل طب الاسنان يعتبر بتجميل الاسنان؟ الله يمسيك بالخير يمسي جميع اللي بيشاهدونا هلا طب الاسنان التجميلي هي كلمتين طب الاسنان والتجميلي مم. فهو في الاساس هو طب اسنان مم. هذا هو المفتاح او الكي اللي حنبدا فيه مم. هو طب اسنان هلا تجميلي صف هو بيركز او بيعمل فوكس على موضوع جماليه المبسم مم. ومدى تناسب هذا الشيء وتناغمه مع جماليه الوجه. جميل. فهو بالاساس هو طب اسنان طب اسنان نعم. طيب يعني لكل شيء له اصول يعني حقيقه اذا اردت ان يعني اقرر بالفكره للساده المشاهدين يعني عند اختيار مثلا ملكات جمال العالم هناك مثلا مواصفات محدده واصول بالاختيار ايضا قد يعني نقول يجب ان تكون هناك اصول لطب الاسنان التجميلي او قواعد ونظم معينه يجب ان تبنى عليه برايك يعني اكثر هذه النظم يعني لكي ناخذ طب الاسنان تجميليا ما هي؟ هلا بالاصل يعني انت بديت الحلقه قلت ما هي الاسس او الشروط اللي لازم يبدا الواحد فيها لا ينتهي ينتهي بالابتسامه مثلا الجميله او ابتسامه النجوم او الهوليود سمايل وحسب اكثر من كل شخص بسميها حسب ما يريد نعم، نعم، نعم. هلا الأساس هو صحة الأسنان، هنا كلمة الشق الأول هو طب الأسنان. يعني دائما بحكيها أنا في كل مكان ما بني على باطل فهو باطل. فالأساس هو يعني صحة الأسنان السليمة. أي آه ما بقدر أنا والله أحكي والله مثلا من برا هلا هلا و... ومن جوا يعني, يعني الله تمام، مم. لا هي لازم أنا أبني على أسس سليمة. هلا يعني الأساس والشيء اللي الأغلب بيتجاهله وبينساه اللي هو صحة اللثة. جميل. قبل قبل الاسنان، يعني هي الاسنان بتنمو او بتبرز من من اللثه. هلا حتى يعني للاسف الاطباء بيتناسوا موضوع اللثه. فالمريض والطبيب يجب ان يركز على موضوع اللثه. هلا بعد اللثه بتيجي الاسنان. هلا دائما انا بحكي للاطباء او الطلاب اللي بندرسهم انه انت يعني قبل ان تكون طبيب اسنان انت طبيب. فالطبيب يعني مش اسننجي يعني نحن نعرف انه والله الفم هو بوابه صحه الانسان كامله وبنعرف والله انه صحه الفم يعني مرتبطه ارتباط وثيق بامراض القلب بالرئتين بكل صحه الجسم جميل. والان يعني في كثير من الامراض او والاورام ممكن نكتشفها من خلال الفم فبدي اشد وبدي اركز للمرضى وللاطباء على الموضوع اللي هو الطب بشكل عام صحه الانسان ككل طب الاسنان انه ما يبدا اي عمليه تجميليه الا تكون مبنيه على اسس سليمه، يعني انا نصيحه للمريض اذا هو طالع عند الدكتور والله بيقول انا بدي ابيض الاسنان او انا بدي اجمل الاسنان وهلا صار بعض الاشخاص يتجاوزوا هذا الشيء بصير جايب لك مثلا صوره هيفا وهبي مثلا او كذا بدي مثلا مثل هيك تمام انا اقول لهم دائما انا علي الاسنان وانتم كملوا كملوا الباقي هي تحتاج الى يعني عمليات تجميل حقات. كثيره نعم ف الطبيب اللي ما بيركز على الصحه بيكون هذا هدفه انه والله بس انه انا بدي اشتغل او انا بدي امشي برغبه المريض وهذا خطا انا اكتسب مال حقيقة هذا بالضبط هذا خطا طبعا يعني انا لازم اشوف افحص اصور الاسنان كامله افحص اللثه اذا في تسوس كل هذا يجب ان يعالج قبل ما نوصل للتجميل، انا مش الفكره انه انا والله اعمل تجميل اسنان واضحك ومثلا وبعد. سنه سنتين يبدا كل شيء بالتساقط طبعاً. طبعا يعني يجب ان ننظر يعني نقدر نقول آه على البنيه التحتيه للأسنان يعني صحيح. حتى مستوى صحيح. يعني آه حشوات الجذور هي كل... كانت كفؤه ام لا يعني دكتور عاده يعني نستطيع ان نقول طبعا فحص كامل ومتكامل طبعاً. طبعاً. قبل اجراء اي عمليه تجميليه تتعلق بالاسنان هو هذا التعريف نحن بنحكي طب عم. الاسنان التجميلي هو طب اسنان الشق التجميلي كيف انا اوظف طب الاسنان؟ كيف اسخر طب طيب. الاسنان لهذا في هذا الجزء؟ طيب يجب ان يحضرني يعني سؤال آآ الان آآ يعني هل يجب ان يكون على طبيب الاسنان ان يكون ذات حس مرهف ويعني نظره فنان نعم. نستطيع ان نقول نعم. لكي نعم. نحصل نعم. على نعم. ابتسامه جميله للمريض. احنا كنا في في شقين، هلا طب الاسنان دائما يعني بتقرا وبتشوف انه هو ارت اند ساينس يعني هو فن وعلم وعلم ايضا نعم هلا بشكل عام بشكل عام يعني ربنا بيميز بعض الناس عن اخرين خاصه في موضوع التجميل مم. يعني بتلاقي بعض انسان يعني فنان وفعلا لانه الطبيب في هذه الحاله هو يرسم مم. تمام وبعض الناس بالضبط هلا بعض الناس لا هو بحاجه الى تعليم اكثر او او يسقل مهارته اكثر في هذا هذا المجال هلا بشكل عام هلا زي ما حكينا هو ارت اند ساينس وعلم وفن العلم ياتي قبل الفن الفن يمكن ان يكتسب عشان هيك انا دائما بحكي لل يعني للمرضى ولا يعني الاشخاص اللي انه ركز على الطبيب المختص او الطبيب م. المؤهل في هذا المجال م. نحن نعرف طبيب طب الاسنان توسع بشكل يعني مخيف وهناك تخصصات كثيره يعني بعدد يعني سنين قليله جدا هلا بطل طب الاسنان ولا طبيب الاسنان هو السوبر او الهيرو او هو القادر أن يعمل كل الاجراءات لا نعم. يعني طبيب الاعصاب مختلف طبيب اللثه مختلف طبيب التجميل المستقل طبيب التركيبات لحال الزراعه يعني انت تويدني انه ممكن قد تلجا الى فريق عمل هو آه هو دائم يعني دائما معك فريق في دائما فريق عمل دائما فريق عمل لكي يكمل كل واحد الاخر وقد تكون يعني الرتوشات الاخيره بلوحه الفنان يعني بالزبط. تتعلق باخصائي التركيبات بالضبط يعني هي دائما هي دائما فريق عمل نعم. دائما طيب. فريق عمل ابسط عمليات التجميل الاسنان تتعلق بتبييض الاسنان انه هناك ابسط منها هلا في ابسط من هيك يعني هلا مثلا خلينا نحكي اكثر شيء هلا في دراسات مثلا امريكيه بتقول لك من 2006 الى الان عندنا 300% زياده في عمليات تبييض الاسنان يعني هو مطلب يومي لطبيب الاسنان انه يبيض الاسنان هذا يعني سببه او مينلي الميديا والاعلام بركزوا على موضوع الابتسامه البيضاء فاكثر شيء يسال عنه الطبيب دائما هو تبييض الاسنان بس قبل هيك في عمليات سهله ولها شغلات يعني افكت وتاثير كثير على المريض مثلا عمليه تطويل الاسنان يعني عمليه سهله مثلا المريض احنا بنعرف كل ما الانسان يكبر بالعمر الاسنان العلويه بتبدا انها تختفي بسبب انه هي تتاكل تتاكل وبسبب ارتخاء العضلات من الاسنان السفليه عم تظهر بشكل اكبر أبرز فإحنا العمر المريض نقدر نعرفه انه لما يضحك كل ما خفت ظهور بتس... الاسنان العلويه هذا بي... بيعطي منظر اكبر بالعمر فعمليه كثير سهله ممكن احنا نطول الاسنان عمليه ترتيب اصطفاف الاسنان م. عمليه فتح الزوايا بين الاسنان يعني دائما بحكي للستات هم اكثر بركز على الامور والله اذا حابه تصغري عمرك في اكثر من شغله سهله بين يعني بربع ساعه بنتهي الموضوع م. نطول الاسنان هذه بقدر نفتح الزوايا بين الاسنان أسنان. احيانا نعم. نعمل تصبغات او الوان على زوايا الاسنان بحيث تعطي منظر بالعمر اصغر م. ف... م. هي شغلات سهله ممكن الطبيب هو يفتحها للمريض المرضى ما عندهم فكره وكلها هاد. تبنى على ادله علميه حق طبعا حقًا. كله طبعا يعني نتعامل ايضا مع ارقام دقيقه يجب جدا أن جدا نحاكيها عشان هيك بركز انا على موضوع الطبيب الاخصائي يعني بحكي للكل شوف واسال وتحرى مين اعطى من عمره ومن وقته لموضوع اللي هو التجميل وقرطا طيب. فوكس طيب نعرف احنا لدينا فوائد كثيره مسألة تبييض الاسنان أه ولكن السؤال الشائع هل لها مضار حقيقه على الاسنان مساله تبييض ام لا والله هو موضوع جدلي هلا بشكل عام يعني علميا لم يثبت اي ضرر لتبييض الاسنان لم يثبت اي ضرر ابدا هلا يعني الشائع دائما ويرافق تبييض الاسنان حساسيه في الاسنان لمده 24 ساعه هلا هذه الحساسيه ناتجه انه ماده التبييض من وسائل عملها انها تفتح مسامات الـ الـ الاسنان <applause> هذا بيعمل حساسيه لمده 24 ساعه اذا <applause> استثنينا هذا الموضوع انه انا عندي حساسيه ل 24 ساعه لنسبه معينه من المرضى يعني مش كل المرضى فبشكل عام طبيب الاسنان ما ما له ما له اي ضرر طيب اكثر جزء يعني حقيقه تطلعون عليه بعياداتكم الخاصه أه، ما هي الاجراءات التجميليه المناسبه للاسنان يعني هل هي الفينير اللامينيت هل هي تبييض الطبي... الاسنان ما هي الاكثر شيوعا وكما ودائما المريض يبحث عنه هلا انا والله دائما بنصح المرضى يعني احنا للاسف الان هي للاسف ولها يعني فوائد بنفس الوقت <applause> انه يعني المرضى صاروا مطلعين <applause> فنسبة نسبه كبيره من الناس صارت والله تطلب هي انه تطلب انا بدي المنتج الفلاني، والله دكتور أنا بدي فينيرز، بدي قشور، بدي طبيض أنا بحكي دائما أنت ابحث عن الطبيب وما تبحث عن الـ عن الـ عن المنتج. المنتج. اه نعم. يعني هلا مش دائما القاعدة حقيقة علمية. نعم. اه يعني مش الفينيرز هي الحل، ولا نعم. القشور، ولا اللومينيرز، ولا التبييض. لا، ابحث عن طبيب تثق فيه. بكون كفاءته عاليه بالضبط هو اللي بوجهك مش المريض م. او مش الـ مش البروسيجر او البرودكت هو اللي بوجه الطبيب نعم إذا لكان المريض عالج نفسه حق بالضبط يعني هذه واحد اشتريها من السوق مثلا عالج نفسه دائما بنصح المرضى ركز على موضوع الابتسامه الطبيعيه م. يعني مش انا والله على نسبه كبيره من المرضى عندي تطلب والله اللون الفاقع البياض البياض الثلجي طبعا م. هلا بحكي للناس انا لا يعني كل ما الانسان كانت ابتسامته جميله طبيعيا هو افضل هو افضل <applause> فاول شيء ببدا فيه مثلا تقويم الاسنان <applause> على الناس دائما عندها انطباع انه تقويم الاسنان هو عمليه بتاخذ سنتين او ثلاث سنين هو عمليه مؤلمه انا بكون رابط اسلاك هذا الشيء يعني نوصل رساله للناس انه تغير يعني فينا نخلص تقويم حالات تقويم تخلص بثلاث اشهر يعني تعديل اصطفاف الاسنان باخذ ثلاث اشهر ست اشهر. مم. في الان هناك مخت... اختزال للوقت طبعاً كبير نعم في مقومات اسنان شفافه مم. يعني دون الحاجه للاسلاك وال وتربيط الاسنان وكذا. نعم. هاي الامور ممكن في مقومات اسنان داخليه مم. داخل الفك بتسهل على العالم انه انا والله اخذ اسنان مستقيمه في مده زمنيه قصيره فأح. ومن غير ما يشوف مم. ممكن وراها والله يكون بس بحاجه الى تبييض الاسنان نعم. فابدا دائما بانه انا كيف افكر اخلي الاسنان على طبيعتها اللي هو مثلا التقويم او نعم تبييض الاسنان طيب انتم تتعاملون مع فئات عمريه كثيره يعني قد ياتيك الحفيد وقد تاتي الجده وقد ياتي الجد حقيقه قد ياتي الاب والام بالعائله لكي يحصل على هذا النوع من انواع يعني تصب الاسنان التجميلي كيف تتعاملون على كل على حده الفئات العمريه فئات الشباب كيف؟ فئات الكهول كيف؟ يعني يا دكتور تقدر هلا بشكل عام من ضمن اختصاص التجميل اللي هو علاقه الجنس سواء ذكر او انثى والعمر. يعني الطبيب عنده قياسات ومواصفات انه يعني والله انا مثلا الفئه العمريه من كذا لكذا يناسبها الشيء الفلاني. الاناث يناسبهم رسمه الاسنان كذا. يعني مثلا فرق الاخصائي عن الطبيب العام انه مثلا الطبيب العام مثلا بيجي الشغل من الفني الاسنان او الاسنان خلاص كيف ما التركب بتركب مم. لا الطبيب المختص بهذا المجال يجب ان يربط شكل الاسنان بشكل الوجه هل الوجه متطاول مربع دائري كميه مدى ظهور اللثه في في التبسم مم. كل هاي امور بيكون الطبيب المختص مركز عليها اكثر بس الكهول والنساء والرجال وال والتين ايجرز كل كل فئه عمريه لها كرايتيريا خاصه يعني خصائص معينه نعم. تتعامل معها بزة. على كل على حده. طيب حضرتك دكتور يمكن محضر لنا ماده علميه لكي نقرب يعني آه الموضوع للساده المشاهدين، انت تعلم يعني قد يكون اجمل شيء ان نعرض بعض الامور لتقرب الصوره، آه فبامكانك دكتور يعني اذا احببت يعني نبدا الشرح يعني مع يعني هم, هم الـ الـ انا دائما بحط هذه الصوره مم. هذه الصوره بعطيها حتى للطلاب اللي يعني اللي بيكون بينه وبينهم تدريس او كذا بقول له هاي دائما علقها في في العياده هاي خارطه الطريق اللي انت ممكن تمشي عليها هلا هاي بتعطيني مواصفات الابتسامه المثاليه علاقه اللثه بالاسنان وعلاقه الاسنان واللثه بالشفه والتبسم بشكل عام هلا اول شيء ممكن الانسان دائما يركز عليه هو الخط المنصف للابتسامه اللي آه هو اللون البنفسجي اه بالضبط هو اللي الميد لاين نعم هذا الميد لاين يجب ان يتوازى مع خط المنصف للوجه للوجه كامل للوجه الكامل نعم, نعم. عدا عن ذلك بيعطي للمتلقي او المشاهد الالوجن او الخداع البصري انه في انحراف بالفك <applause> فدائما المرضى او اللي بيعملوا تقويم او اللي بيعملوا فينيرز او قشور للاسنان لازم يركز انه الخط المنصف للاسنان هو متوازي مع الخط المنصف لوجه الاسنان